قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها بدأت العمل على إزالة الألغام من منشآت المرافق العامة في دير الزور شرقي سوريا. وأضافت الوزارة أن خبراء إزالة الألغام الروس يعملون أيضا على تطهير الطرق والمباني عند مداخل المدينة وفي ضواحيها لضمان سلامة القوافل الإنسانية التي ترسل إلى دير الزور، مشيرة إلى أن أكثر من 170 عسكريا من مركز مكافحة الألغام الروسي وعشرة طواقم من خدمة كشف الألغام وصلوا إلى سوريا، إضافة إلى 40 قطعة من أحدث أنواع الأجهزة والمعدات الخاصة، بما في ذلك روبوتات لنزع المتفجرات عن بعد.